مالح يا فندم؟ مش ده سليم فواز؟ سليم اثبت مكانك، هتتحرك اثبت. انا جاي اوقف القنبله. سليم هنا يا فندم. ما سمعتش. سليم هنا يا فندم. سليم فين؟ في مدخل الجراج. طب انا جاي حالا. سليم انا جاي افك القنبله يا حمزه. افكر انا كان ممكن اهرب، لكن اخترت ان انا اجي هنا برجليا. اديهم امر يدخلوني يا حمزه. مفيش وقت. عمل اي حاجه، رصاصه في نافوخه وتخلوا المتحف فورا. مفهوم. تحت اي ظرف؟ تمام يا فندم. سيادة المقدم حمزه، حددنا مكان الاشاره يا فندم. جاي لك فورا. اتجننت يا غاده؟ عايزه تهربي ومع سليم؟ مفيش حد غيرك يقدر يساعدني. انا؟ لا طبعا، انسي. انت عايزه توديني في داهيه. نجلة، انا عمري ما هطلب منك حاجه تاذيكي. انا لازم اسافر مع سليم النهارده وما قداميش حل تاني. تسافري معاه فين وتسافري مع ليه؟ مش ده سليم؟ سليم اللي كنت بتهربي منه؟ سليم اللي عمل فيكي كل اللي انت فيه ده؟ لا، ده سليم بتاع زمان. صدقيني سليم رجع لي تاني، وانا دلوقتي ما عنديش اي حد غيره. انا عارفه اللي انا بعمله ده جنان، بس انا محتاجاكي وما عنديش حد تاني يساعدني. اساعدك ازاي؟ مش انتي قلتيلي ان الشركه عندكم مطلعه فوق اسكندريه ومن هناك هيطلعوا على اليونان؟ انا وسليم عايزين نطلع مع الفوق ده. ايوه بس ازاي يعني؟ انا لو عرفت هطلعكم مع الفوق لحد اسكندريه، لكن انتوا مش هتعرفوا تخرجوا بره البلد من غير باسبورات. ما تقلقيش، سليم مظبط كل حاجه. كل اللي انا عايزاه منك انك تاخدي الاسماء اللي في الباسبورات دي وتحطيها مع الفوق اللي طالع، واحنا هناك هنتصرف. ممكن؟ عشان خاطري. لو حصل اي حاجه يا غاده ولا اتقبض عليكم ما اعرفكيش. ماشي. طيب هتستنيني بس اما اشوف هعرف اعمل كده ولا لا. اشرف جابر، ده قدامنا دلوقتي. كان في الفيلا وخرجت منها. لا سليم مش معاها، مش عارفين هو فين دلوقتي. نتحرك مع بقى اخواننا عشان ننفذ اللي اتفقنا عليه. عارفين اول ما المتحف ينفجر كلنا هنهجم. امرك يا اشرف جابر. كني مش عارف اشتغل كده. يلا مفيش وقت. ماشي. عايز عدة. متأكد إن هو ده المكان اللي طلعت منه الإشارة؟ آه يا فندم. جابر مش موجود. الإشارة طلعت من قد إيه؟ من 5 دقايق يا فندم. يبقى تقفلوا كل الطرق، كل العربيات تتفتش، واللي هو صبري ياخد فكرة بكل اللي بيحصل ده، وعايز قوة تحرك معايا، مفهوم؟ تمام يا فندم.
في ايه؟ مش راضية تقف. يعني ايه؟ معرفش، مش عارف اوقفها. اخلوا المبنى بسرعة. موكب الرئيس فين؟ عند البابا وجاهز يا فندم. الحرس الجمهوري جاهز يأمن موكبه لحد ما يرجع سيادته القصر. عظيم. عايزك تبدأ تخرج الضيوف لحد البوابات، والعربيات تكون جاهزة عشان يمشوا على طول. احنا هنستنى دقيقة، لو القنبلة ما وقفتش تبدأ فورا تخلي المتحف. تمام يا فندم. المتحف وكملوا البث عادي. سليم اللي وقفها؟ انت متاكد يا سيف؟ طب هو فين دلوقتي؟ خليكوا وراه. حمزه ورا جابر. ايوه حمزه رجع وهيقبض عليه ان شاء الله. كل حاجه هتخلص النهارده، كل حاجه هتخلص. يلا. الاوتوبيسات هتطلع الساعه 7:30 بالظبط. بجد؟ يعني يا ريت تتصرفي. انا سجلت الاسماء الموجوده في الباسبورات. لو اي حد سالكم عن اي حاجه قولي ان انت من قسم الماركتنج. اكتر من كده بجد انا مش عارفه ايه اللي هيحصل. بس غاده، انا عارفه هتقولي ايه، ما تخافيش. اول ما تخرجوا برا مصر كلميني، طمنيني عليكي يا غاده، فاهمه؟ حاضر، ومتشكرة بجد يا نجلة. خلي بالك من نفسك. المتحف ما انفجرش؟ ازاي؟ أنا بعت الإشارة بإيدي. حتى لو الداخلية عارفة ما لحقوش يتصرفوا إلا لو سليم. ايوه المنصورية. يبقى انا عرفت هو رايح فين. عايز فرقة مكافحة تتحرك حالا وتستناني عند الكمين اللي هناك، وانا رايح فورا، مفهوم؟ ايوه يا غادة، انا خرجت والقنبلة ما انفجرتش. انت فين؟ في الفيلا؟ طيب عملت ايه مع نجلانة؟ طيب هاي جهزي نفسك عشان هجيلك ونتحرك على طول. يلا باي باي. بسلم نفسي يا حمزه.
بسلم نفسي يا حمزة. حاكموني. بسلم نفسي يا حمزة. حمزة باشا. حاكموني بقانونك. حاكمني بقانونك يا حمزة. بقانونك انت يا جابر.